قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الباب 15 باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والمصنف في هذا الباب ترجم بالآية، وهذه الآية هي فيها بيان ما يحدث للملائكة عند استماع ما يوحي الله تعالى أو ما يقضي الله تعالى في خلقه، فيحدث لهم من الخوف ومن الفزع من مهابة الله تعالى ومن تعظيمه، يحدث لهم من الفزع ومن الخوف من شدة خشيتهم لله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن المصنف يتكلم عن الشرك والتحذير من الشرك وذم الشرك والمشركين والتحذير من الأعمال التي توقع المسلم في الشرك، وهذا الباب بمنزلة تقديم البراهين على أنه لا يجوز أن يشرك بالله تعالى شيء. فهؤلاء هم الملائكة الذين اتخذهم البعض أولياء من دون الله واتخذهم البعض آلهة من دون الله، هم في الحقيقة معبدون لله تعالى، والدليل أنهم يخافون ويفزعون من الله سبحانه وتعالى، وتمتلئ قلوبهم خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، ويفزعون عند سماع قضاء الله تعالى في خلقه أو وحيه إلى رسله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم عباد مكرمون لا يجوز أبدا أن يجعلوا ندا لله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الأمر مع الملائكة وهم من هم في المكانة والقرب من الله سبحانه وتعالى، فما بالك بمن دونهم في المنزلة. فهذا هو مناسبة الباب لما قبله من الأبواب. حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. وهناك فرق بين أن تقول فزع قلوبهم أو فزعت قلوبهم وبين أن تقول فزع عن قلوبهم. الأول فزع قلوبهم أو فزعت قلوبهم معناها امتلأت قلوبهم فزعا، أما فزع عن قلوبهم بمعنى زال الفزع عنها. وفي قراءة حتى إذا فرغ عن قلوبهم، فرغ عن قلوبهم بمعنى نفس المعنى، يعني زال ما أصاب قلوبهم من الفزع والخوف بسبب قضاء الله تعالى في خلقه أو وحيه إلى رسله. حتى إذا فزع عن قلوبهم، من الذين فزع عن قلوبهم؟ الملائكة. قال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. نريد أن ننتبه هنا إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن إذا ورد تفسير للآية أو لآية عموما لأي آية في القرآن، إذا ورد تفسير في السنة لا يجوز أن يعدل عن هذا التفسير إلى غيره، لأن الذي فسر هنا هو رسول الله والنبي لا ينطق عن الهوى. فعندما تجيء الأحاديث هنا بأن الذين فزع عن قلوبهم هم الملائكة فلا يجوز أن يعدل إلى غيرهم، لأن هناك من تكلم في الآية بغير هذا، فما دام هناك تفسير في السنة لهذه الآية فلا يجوز أن يعدل إلى غيره. الثانية سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، المقصود هنا أن الملائكة عندما تسمع كلام الله تعالى إلى جبريل فإنها تفزع، تفزع كفزع من يفزع عند سماع جر الحديد على الحجر الأملس.
فننتبه لهذا المعنى، لأن قد يفهم البعض أن هذا فيه تشبيه لكلام الله كصوت جر الحديد على الحجر الأملس، وهذا لا يجوز. وإنما المقصود أنهم فزعوا، فزع من يفزع عند سماع صوت الحديد على الصفوان. وهذا لو أنت تخيلت هذا الموقف، هذا معروف، لو أنه واحد مثلا سمع صوت الحديد على الحجر الأملس له صوت يرهب النفس، هذا الصوت يرهب النفس ويصيب الإنسان بالفزع، فالملائكة تفزع فزع من يفزع عند سماع هذا الصوت. وهذا هو المقصود بهذه الجملة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. طبعا هم كما سيأتي في الأحاديث أصابهم الفزع، وفي بعض الروايات أصابهم غشيتهم شيء من الرجفة بسبب شدة فزعهم وتعظيمهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى، حتى أنهم ما سمعوا ما يحدث وما يقال. فلما استفاقوا سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. وقول الملائكة قال الحق فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، فسبحانه لا يقول إلا حق، وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهذه أنواع ثلاثة للعلو. فالعلو ثلاثة أنواع: علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. فله العلو الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن، لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، إلى غير ذلك من الآيات، وقد بلغت 7 مواضع من القرآن. وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. ثم ساق المصنف هذا الحديث الذي هو بمثابة شرح وتوضيح وتفصيل لهذه الآية. ففي الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. وإذا قضى الله الأمر في السماء يحمل معنيين: معنى الأول اللي هو إذا قضى الله الأمور القدرية، إذا قدر الله تعالى الأمر، ويحتمل كذلك كما جاء في الرواية الأخرى إذا قضى الله الأمر، أي إذا أوحى الله تعالى بالأمر إلى جبريل ليوصله إلى من شاء من رسله. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا أي خضوعا لقوله، وفي ضبط آخر خضعانا لقوله، خضعانا لقوله أي خاضعين، يبقى خضعانا أي خضوعا، وخضعانا يعني خاضعين. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. وقلنا المعنى أنهم فزعوا فزع من يسمع صوت جر الحديد على الحجر الأملس. ينفذهم ذلك يعني يصلهم، هذا الكلام يصلهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني أخذوا يتنقلون ما قاله الله تعالى، فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هم الجن الذين يسترقون السمع إلى السماء، يريدون أن يسمعوا ما يدور بين الملائكة وما تتناقله الملائكة من الأمور التي قضاها الله تعالى، حتى يوصل هذه الأمور إلى أوليائهم من الكهنة فيخدع بها الناس، فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني هكذا
يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى السماء الدنيا، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، كل واحد يلقيها إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهب هي النيازك التي يرسلها الله تعالى على الشياطين وعلى الجن الذين يسترقون السمع إلى السماء، يرسل عليهم نيازك تحرقهم، وهذه النيازك كانت ترسل عليهم حتى قبل البعثة، وإنما لما بعث النبي زادت وغلظت وكثرت حماية وصيانة للوحي، حتى لا يختلط كلام الوحي بكلام الكهنة والسحرة، كما جاء على لسان الجن في سورة الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني إحنا مش عارفين هو الشهب والنيازك التي كثرت وغلظت بهذه الطريقة، هل هذا نذير شر بالأرض ستحرق الأرض أو ستدمر الأرض، أم أن هذا نذير رشدا أن في ذلك صيانة لأمر السماء حتى لا يختلط هذا الكلام بكلام الكهنة والسحرة. فهذه الشهب التي يرسلها الله تعالى على هؤلاء الشياطين وعلى مسترقي السمع. فهذا الجني الذي خطف الكلمة، وأنا عايزك يعني تتخيل واحد واقف بهذه الطريقة يركب بعضهم بعضا، فيها توتر وفيها قلق وفيها اختلاس، وبعدين واقف مستني وخايف الشهاب هيجيله من أي مكان، وبالتالي واقف مش مركز، فيدوك يخطف الكلمة ثم يجري، يخطف ويجري، فأقصى ما يسمع يسمع كلمة ولا يكمل الجملة، فيلقي هذه الكلمة إلى من تحته حتى تصل إلى لسان إلى الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فلا يستطيع عندئذ أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني أدركه الشهاب لكن بعدما قالها لمن تحته فيكذب معها الكاهن أو الساحر 100 كذبة، يعني يأخذ الساحر هذه الكلمة من الحق والصدق فيخلط معها 100 كذبة، فيقال مين بقى اللي بيقول؟ السفهاء من الناس، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يعني هذا رجل كاهن صادق، ترجل مرفوع عنه الحجاب ومكشوف عنه الحجاب، ترجل يعلم ويعلم ويعلم، أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وفي رواية للإمام البخاري عن عائشة مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان، أي في السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، يعني ملائكة ينزلون في العنان أي في السحاب فيذكرون لبعضهم البعض ما قضى الله عز وجل من الأمور، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قال المصنف: وفيه قبول النفس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، والذين يفعلون ذلك هم السفهاء الجهال من الناس، هم الذين يفتنون بهذه الكلمة من الصدق ومن الحق ثم لا يعتبرون بـ100 كذبة. وقد تكون هذه الكلمة من الصدق هي في الحقيقة اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده حتى يعلم الصادق من الكذب، الصادق في إيمانه من الكذب في دعواه، لأن المسلم الصادق يعلم أن هذا الكاهن مخرف وأن إتيان الكاهن حرام بل كبيرة من الكبائر، فلا يصدقه حتى ولو قال صدقا، لا يصدقه، يعلم عنده من الله في ذلك برهان لا تلتبس عليه الأمور. أما صاحب الإيمان الضعيف أو المتزعزع في إيمانه فإنه يخدع ويفتن بمثل هذه الكلمة من الحق. والسبب إيه؟ السبب أن إيمانه ضعيف أو أن إيمانه قد التبس بكثير من الأباطيل والعياذ بالله،
فهذه الكلمة قد تكون ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ليعلم الصادق في إيمانه من غير الصادق. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا شأن أهل الباطل في كل زمن ومكان، أنهم يلبسون الحق بالباطل. يعني واحد عاوز يفتن الناس أو يدعو الناس إلى ضلال فيلبس هذا الضلال ثياب الحق. واحد مثلا عنده مرض في قلبه، عاوز يظهر، عاوز يشتهر بين الناس، فيعمل ايه؟ يقول والله ده يجيب مسألة من المسائل فيخالف فيها جماهير الناس وجماهير العلماء، يخالف ويأتي مثلا بقول غريب أو مستغرب فينشره بين الناس ويقول كل الناس على خطأ، كل الناس الملتحين دول سايبين السنة، السنة انك انت تفتح الأزرار وكل الناس دي مش فاهمين حاجة، ويجعل الدين كله تفتح الزراير. يفعلون هذا وهذا كثير. يأتي مثلا على علم العلماء فيتصيد له الأخطاء ثم ينشر هذا الكلام: انت الشيخ فلان أخطأ في كذا وفي كذا وفي كذا، فيظهر للناس أنه يريد الحق ويريد بيان الحق ويريد أن يوصل للناس الخطأ من الصواب، وفي الحقيقة ما أراد إلا أن ينتقص العلماء وأن يرفع من قدر نفسه. عايز يقول يعني أنا أفضل منه، أنا وصلت اللي هو ما وصلوش، أنا عرفت اللي هو ما عرفوش. فهذا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الأعمال، وهكذا يفعل الكهان والسحرة وغيرهم، يأخذون شيئا من الحق فيلبسون به على الناس. تجد واحد مثلا فاتح عيادة يقول لك أنا معالج بالقرآن وأنا أعالج بالقرآن وأرقي الناس، فإذا ذهبت إليه تجده يستخدم الطلاسم وغير ذلك، فيستخدم بس العنوان معالج بالقرآن ليدخل بعد ذلك ويلبس على الناس، وتجد الناس يلتبسون هذا الأمر يقول لك ده الراجل ما شاء الله معالج القرآن. وفي مرة من المرات أحد الناس حكى لي أن بعض أقاربه جاءوا برجل يعالج بالقرآن فكتب لهم بعض الأحجبة وغير ذلك وجعلها لا حطها تحت المخدة والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فهذا الأخ بيحكي لي راح ففتح الحجاب فوجد كله طلاسم شركية، فالرجل لا يعالج بالقرآن ولا، والعجيب ان بعض الناس يقول لك ده فلان ده بيعالج بالقرآن. طب بيعالج بالقرآن ازاي؟ بيقول لك بيقرأ القرآن بالمقلوب، بيقرأ القرآن بالمقلوب، وهذا كفر بالله لان فيه تغيير لمعاني القرآن والعياذ بالله. فهذه كلها أمثلة لأنهم يلبسون الحق بالباطل، لأنه لو دخل على طول بالباطل، لو واحد جاء على طول وقال لك أنا عايز أظهر وعاوز الناس تشير إليه بالبنان الناس تكرهه، لكن لازم الأول يجيب شيء كده يشتبه على الناس أن فيه حق فيلبس على الناس الحق بالباطل. لذلك كان من الأدعية المأثورة: ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إن من النعم إنك أنت دائما تسأل الله عز وجل ألا يلتبس عليك الحق بالباطل، لأن دي يا جماعة فتنة والله، أعظم فتنة أن يلتبس الحق بالباطل، إنك أنت تصل لدرجة إنك أنت ما أنتش عارف اللي بيحصل ده صح ولا غلط، مش عارف اللي بيحصل دوت خير ولا شر، مش عارف اللي بيحصل ده حق ولا باطل، وهذه هي الفتنة. فمن مما يعني يلتزمه المسلم في حياته أن يبتهل إلى الله عز وجل ويستجير بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله أن يجعل الحق واضحا وأن يجعل الباطل واضحا، وأن لا يلتبس عليه الحق بالباطل حتى لا يضل، حتى لا يدخل في باب من أبواب الباطل ويظن أنه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ساق المصنف حديثا آخر، وإن كان الحديث في إسناده ضعف، ولكن جمل الحديث لها شواهد في الحديث الذي قبله وفي الآية. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. خلي بالك هنا بقى إيه؟ هنا التصريح بمسألة الوحي الأولانية: إذا قضى الله. فإذا قضى تحمل الاثنين، تحتمل قضاء الأمور القضرية وهذا وارد وهذا محتمل وهذا صحيح،
ويحتمل كذلك الوحي. هنا في هذه الرواية صرح بالإيه؟ بالوحي. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله. هنا أيضا زيادة أن ليس الملائكة فقط هي التي تفزع، بل السماوات تفزع وتخشع هيبة لله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح، لأن كل الجمادات تخشى من الله تعالى، وكل الجمادات تخاف من الله سبحانه وتعالى، وكل الجمادات تخشع من ذكر الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وكما قال الله تعالى عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فجميع الجمادات وجميع الكائنات تخشع وتخشى من الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات، مين أهل السماوات؟ الملائكة. صعقوا وخروا لله سجدا، يعني فزعوا وأصابهم صعقة وخروا لله سجدا، خروا لله سجدا تعظيما لله سبحانه وتعالى. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا يدل على فضيلة جبريل بين الملائكة. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، فكلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. والحديث كما ذكرنا في إسناده ضعف، وبعض جمله لها شواهد في أحاديث أخرى. وهذا الحديث فيه فضيلة جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. رسول كريم اللي هو مين؟ اللي هو جبريل، وهو المكلف بالوحي، بإيصال الوحي إلى رسل الله تعالى من البشر. هو المكلف بالوحي أو بإيصال الوحي إلى من شاء الله تعالى من رسله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومعنى جبريل عبد الله، معنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال: كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فمعبد لله عز وجل. فقال أبو صالح في تفسير الآية، قال: جبريل يدخل في سبعين حجابا من نور بغير إذن، وهذا يدل على شرفه وعلو مكانته. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. وقد رأى النبي جبريل مرتين على صورته التي خلقه الله تعالى عليه، له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. ثم يقول الشارح: فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات، فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى. وقد قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم يقول: فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة، وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه،
وغناه عن جميع خلقه، وافتقارهم جميعهم إليه، ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك في خلقه، أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم. فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقد قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. يعني وهذه الجمل هي المقصود من إيراد هذه الآية وهذه الأحاديث في هذا الباب. طبعا قبل أن ننتقل من هذه الآية وهذا الحديث، يعني لا يفوتنا أن ننبه على فائدة من أعظم الفوائد في هذا الباب وفي هذا الآية وفي هذا الحديث أو هذه الروايات، أن الملائكة كما ذكرنا لماذا تفزع؟ تفزع خوفا من الله وخشية من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا هو حال الملائكة مع ربهم، أنهم يخافون من الله ويهابون ربهم سبحانه وتعالى، فكيف بمن دونهم في المنزلة؟ الملائكة هم من هم؟ هم لا يعصون الله ما أمرهم، هم قوم خلقهم الله تعالى للعبادة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الملائكة ملائكة منذ أن خلقهم الله تعالى إلى قيام الساعة ركعا لا يرفعون من الركوع إلا إذا قامت القيامة، ومنهم ملك ساجد واضع جبهته ساجد لله لا يرفع إلا إذا قامت القيامة. انظر إلى هذه العبادة العظيمة، يسبحون الله تعالى الليل والنهار، لم يقل الله يسبحون في الليل، لا، يسبحون الليل والنهار، يعني يمكثون الليل والنهار ويقضون الليل والنهار في تسبيح الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه العبادة العظيمة، ومع ذلك إذا قامت القيامة فزعت الملائكة وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فينبغي أن ينتبه المسلم إلى هذا المعنى، أن يملأ قلبه بالخوف من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أحق أن يخاف منه، والخوف عبادة قلبية ليست بعيدة عن موضوع العقيدة، عبادة قلبية أن تخاف من الله، أن يمتلئ قلبك بالخوف من الله. بل لا ينصلح قلب المسلم إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف من الله ولأن الخشية من الله سبحانه وتعالى هو الجدار وهو الحاجز الذي يحجزك عن معصية الله سبحانه وتعالى. فما تجرأ متجرئ على معصية من المعاصي إلا بسبب ضعف الخوف من الله تعالى في قلبه. تجد مثلا واحد من الناس يقول: أنا ما بخافش أبدا إلا من ربنا، إلا من اللي خلقني. طيب، لكل قول حقيقة، ما حقيقة خوفك من الله؟ ما أي إنسان لو سألته: أنت بتخاف من ربنا؟ طبعا بخاف من ربنا. طب ما حقيقة خوفك من الله؟ لابد أن تظهر هذه الحقيقة في انزجارك عن معاصي الله سبحانه وتعالى، تظهر هذه الحقيقة في خلواتك. ما حالك مع الله في الخلوات إذا أغلقت عليك الأبواب؟ وما حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى إذا كنت في بعيد عن أعين الناس لا يراك أحد؟ هل تراقب الله عز وجل؟ هل تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ أم تنكب على المعصية عندئذ وتجدها فرصة فإنه لا أحد يراك والعياذ بالله؟ هذه المعاني بها تحيا القلوب، فالقلب يحيا بالخوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء: الخوف من الله هو سراج القلب، الخوف من الله هو سراج القلب. وتجد كثيرا من الآيات في القرآن الهدف منها أو المعنى المباشر منها التخويف، حتى قال الله عز وجل: ذلك يخوف الله به عباده. فالله عز وجل يخوف عباده لينصلح حالهم،
فإن الذي يخاف من الله والذي لا يأمن العقوبة من الله سبحانه وتعالى فإنه ينزجر عن فعل المعاصي والمحرمات، حتى إذا وقع في معصية فإنه يسارع إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى أن يعمل عملا صالحا أمام هذا العمل الذي أساء فيه، كل ذلك خشية من الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قلت لا ينصلح القلب إلا إذا امتلأ بالخوف من الله، وإلا إذا امتلأ بالخشية من الله، فإن الخشية والخوف هو الجدار الحاجز القوي أمام دفعات الهوى وأمام طرقات الشهوة وأمام موجات الفتنة. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بخشيته. لذلك انظر إلى أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، أسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا هو الذي أوصلهم إلى هذه المكانة، أنهم كانوا يخافون في الدنيا، يخافون من الله عز وجل ويشفقون من عذاب الله سبحانه وتعالى، فأصلح الله حالهم بهذا الخوف وهذه الخشية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تربية الصحابة على هذا المعنى. في الحديث الصحيح أظن عن أنس أنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، يعني بلغ شيء إلى النبي عن أصحابه، يعني شيء حدث مثلا انتشار شيء من المزاح أو المداعبات أو غير ذلك من الأمور البسيطة التي تعتبر في زمننا هذا من حسناتنا، إن الواحد يعني بيهزر بس ما بيكذبش، أو إن الواحد يعني، لكن الصحابة سبحان الله يعني بلغ النبي شيء عنهم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته لله ساجد لله، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. يقول أبو ذر راوي هذه الرواية والله لوددت أني شجرة تعضد، يعني تمنيت بعد هذا الكلام أن أكون مجرد شجرة خلقها الله عز وجل ثم انتهى أمرها فقطعت وانتهت ولا حساب ولا عقاب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذه من الأمور التي ينبغي ألا تفوت علينا ونحن نقرأ مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث، إذا كانت الملائكة وهم من هم من حيث مكانتهم وقربهم من الله وشدة طاعتهم لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخافون كل هذا الخوف من ربهم ويفزعون هذا الفزع من ربهم، فنحن أولى منهم بهذا الخوف، فينبغي أن نربي أنفسنا على الخوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف الحقيقي هو الخوف الذي يدفعك إلى العمل، كما قال النبي من خاف أدلج، من خاف أدلج، يعني لو أن إنسان يمر في أرض صحراء فيخاف أن يهجم عليه عدو أو أن يفترسه سبع أو أن ينقطع عنه الماء والزاد، ماذا يفعل؟ يسرع حتى يقطع هذه المفازة في أقل وقت ممكن، هكذا العبد. فليس الخاشع الخائف هو من يطأطئ رأسه أو من يمسح الدموع عن عينه، وإنما الخائف الحقيقي هو الذي يسارع إلى طاعة الله ويمتنع عن معصية الله. فالخوف الحقيقي هو الخوف الذي يدفعك إلى العمل، لأن بعض الناس بيخاف خوف سلبي، بيخاف عندما يذكر مثلا بعذاب القبر أو بعذاب النار أو بمثل هذه الأمور التي فيها من الوعيد ما فيها، فإنه يخاف خوف سلبي، فتجده يترك العمل ويحبط ويقول أنا سأهلك وسيفعل بي كذا وكذا، ويسيطر الخوف على قلبه، هذا من الشيطان. ولكن الخوف الصحيح الخوف الحقيقي هو الخوف الذي يدفعك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه مسائل، الأولى تفسير الآية. وطبعا المصنف يعني اجتزأ جزء من الآية على حسب ما يريد،
وهو قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. وأول الآيات قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر من ذلك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه الآيات بتمامها، وهذه الآية قال عنها العلماء أنها آية تقطع عروق الشرك وجذوره من قلب الإنسان. لماذا؟ لماذا؟ لأنها نفت عن كل ما سوى الله مقومات الألوهية، نفت عنهم الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، وشوف التعبير القرآني مش لا يملكون شيئا، لا، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنفى عنهم الملكية وكذلك حتى مجرد الإشراك وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهم أي نصيب في خلق السماوات والأرض. يبقى نفى الملكية ونفى كذلك الإيه؟ إن يكون لهم أي شراكة في ملك الله عز وجل. ثم نفى عنهم الظهير وما له منهم من ظهير، يعني من إعانة ونصر، فهم لا يستطيعون إعانة أنفسهم ولا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن غيرهم، فهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ونفى عنهم كذلك الشفاعة، لا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه مقومات الألوهية، وهي أبعد، وهم أبعد ما كل ما يعبد من دون الله هم أبعد ما يكون عن هذه الثلاثة. بل هؤلاء الملائكة الذين اتخذوهم أولياء وشفعاء من دون الله كما قال الله عز وجل في نفس السورة بعد ذلك ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن. فحتى هؤلاء الملائكة انظروا إنهم يفزعون من خشية الله، إنهم يخافون من هيبة الله وعظمته سبحانه وتعالى. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، مقصود هنا بالصالحين كالملائكة، فالملائكة عباد مكرمون صالحون عابدون لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يجوز أن تتعلق بهم ولا أن ترفعهم إلى مكان فوق مكانتهم التي أنزلهم الله إياه، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق، وقلنا قالوا الحق معناه فيه تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقول إلا حقا، ثم يأخذ بعضهم مع بعض فيخبرون بعضهم بعضا أو يخبرهم جبريل بما قاله الله عز وجل. طبعا إن كان هذا في الأمور القدرية التي قدرها الله عز وجل، وإن كانت في الأمور الوحي فإن جبريل لا يخبر به أحدا إلا من أذن الله تعالى له من رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليه. قال الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، هم ليه سألهم؟ الله يفتح عليك. سبب سؤالهم عن ذلك والسبب هو شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى، حتى أنهم خشوا أن يكون في كلام الله عز وجل ما يكون فيه عقاب لهم أو شد عليهم أو أن يكون أذن الله تعالى للساعة أن تقوم إلى غير ذلك مما يخشونه هؤلاء العباد المكرمون. فهم فهذا ليس حب فضول مثلا كما يسميه البعض، وليس مجرد أو من باب أن يتسمع الإنسان لما لا يعنيه، لا، وإنما سبب سؤالهم أنهم يخشون من الله عز وجل، شدة خوفهم من الله عز وجل، فسألوا جبريل لأنهم يترقبون ويخافون أن تقوم الساعة
أو أن ينزل بهم من الله عز وجل ما ينزل، فمن شدة خوفهم وفزعهم من الله يتساءل بعضهم بعض ماذا قال ربكم. الخامسة أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. احنا قلنا هذا إن كان في الأمور الإيه؟ القدرية الكونية. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل، وفيه فضيلة جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة على الإطلاق وأعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لذلك كلفه الله تعالى بأعلى أمانة وأعلى مسؤولية، وهي أن يبلغ كلامه إلى رسله من خلقه من البشر. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، وهذا أيضا دليل على فضله بينهم، أنه كلما مر بسماء فإنه معروف عندهم، فهو أعلى الملائكة منزلة وأقربهم مكانا من ربهم، فكلما مر على قوم في سماء من السماوات كلما سألوه فأجابهم بما أجاب به أهل السماء الأولى. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، الغشي هو الصعق، فيعم أهل السماوات كلهم بما فيهم جبريل كما في الرواية الذي إسنادها ضعيف، وذلك من شدة خوفهم وفزعهم من ربهم سبحانه وتعالى. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله، وذلك تعظيما وإجلالا وهيبة لله سبحانه وتعالى، وهذا مثل العبد المؤمن كما قال الله عز وجل تقشعر جلودهم وقلوبهم من ذكر الله، فالمؤمن عندما يسمع كلام الله عز وجل يقشعر جلده خشية وإجلالا وتعظيما ومهابة لله سبحانه وتعالى. العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، فهو المكلف بذلك، فهو أمين وحي السماء. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، فيسترقون السمع، يتصنطون على أهل السماوات من الملائكة ويتخطفون ما يستطيعون أن يسمعوه ثم يلقوه على لسان الساحر أو الكاهن حتى يلبسوا على الناس الحق بالباطل. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، أنه يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى السماء. الثالثة عشرة إرسال الشهاب أو الشهب، والشهب النازك التي ترسل عليهم لتحرقهم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، يعني معنى كلام ده أنه أحيانا يستطيع أنه يوصل الكلمة إلى الساحر أو الكاهن، ويكون في ذلك ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ليعلم الصادق في إيمانه وعقيدته من الذي يتزعزع عندما يخبره الكاهن مثلا بأمر صحيح، أنت يحصل لك كذا، تكون هذه الكلمة مما سمعت في السماء، أنت يحصل لك كذا، فيروح لا حصلت، يقولك بس الراجل مكشوف عنه الحجاب ويصدقه ويكفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المسلم الصادق في إيمانه يقول يعني عارف يعني صدقك وهو كذوب، الأصل أنه كاذب، وإن صدق في بعض الأحيان فهو يعلم أن هذا مما أخبره به الجن الذين يتصنتون على السماء، ولا شك أن هذا أيضا مما يدل على أهمية دراسة العقيدة، فمن أين كنت ستعرف هذه المعلومة من غير دراسة العقيدة، أن تعلم أن هؤلاء الكهان قد يأتون بشيء فيه حق، وهذه الكلمة من الحق في الحقيقة أخذوها من الجن الذين يتصنتون إلى السماء، والله سبحانه وتعالى قد يأذن بأن تصل هذه الكلمة إلى الساحر أو الكاهن فتنة وابتلاء لخلقه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، ولكن عندما يصدق فإنه صدقك وهو كذوب كما قال النبي عن الشيطان، وهؤلاء شياطين الإنس. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة، فيأخذ هذه الكلمة
ويعمل بقى منها كوكتيل من الخرافات والخزعبلات، فيكذب معها 100 كذبة حتى يلبس على الناس أمورهم. السابعة عشرة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني لماذا يصدق، لماذا يصدقه السفهاء من الناس؟ بسبب هذه الكلمة التي سمعها من الجني. الثامنة عشرة، قبول النفس للباطل. كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ النفوس الضعيفة، الله يفتح عليك، النفوس الضعيفة، نفوس السفهاء ونفوس الذين لم يستضيئوا بالنور العلم. لكن برضو أنا عاوزك تستفيد برضو من هذه الكلمة استفادة، إن النفس يا جماعة مجبولة على عدة أمور. النفس البشرية مجبولة على عدة أمور، كما ذكرنا قبل ذلك قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات، وذكر الآيات تفصيل هذه الشهوات. فالنفس جبلت على أمور معينة، ومن ثم شرع الله تعالى لنا المجاهدة. هي المجاهدة شرعت ليه؟ حتى يقاوم الإنسان نفسه. والمجاهدة بكل بساطة وبكل تبسيط معناها انك انت تتعامل مع نفسك ان هي حاجة منفصلة عنك، انت حاجة وهي حاجة، انتوا الاتنين كده حاجة في مقابلة بعض. فالشاطر اللي يروض التاني، الشاطر اللي يغلب التاني. حتى علم الرياضة، المقصود بالرياضة الشرعية مش الرياضة اللي هي واخد بالك اللي هي صفة وانتباه دي، لا، الرياضة الشرعية، علم الرياضة او اللي هي رياضة النفس، متاخدة من الترويض، ترويض النفس. شوف كأن نفسك دي مثلا كأنها فرس، عارفين لما يجيبوا فرس من البرية وعايزين يروضوه، يقعد الفارس على ظهره، يتمسك على ظهره فترة كبيرة جدا حتى يلجم هذا الفرس. فإذا غلب الفرس انصاع، وإذا استطاع الفرس أن يسقط الفارس خلاص مش عارف يلجمه بعد كده. نفس الكلام انت مع نفسك كده، نفسك عدو ليك. وهذا هو ما جاء في القرآن والسنة، أن النفس عدو للإنسان، لأن النفس جبلت على الدعة وعلى الكسل وعلى حب الراحة. ما تلاقيش إنسان في الدنيا بيحب التعب، ما تلاقيش إنسان في الدنيا بيحب اللي هو يروح ويجي ويكد، لا، حتى يكد لكنه كاره للكد فيحمل نفسه على الكد. لكن إن أتيحت له الفرصة أنه ينام هينام، إن أتيحت له الفرصة أنه هو يترك هيترك. فالنفس جبلت على الدعاء وعلى الكسل وعلى حب الشهوات وعلى قبول الباطل. النفس لها ميل انها تسمع الخرافات والاساطير والحكايات والف خيبه وخيبه، واخد بالك، وتلاقي ناس متعلقه جدا بهذا الكلام ومنصته ليه ومركزه معاه، حتى ان اعداء الله يعني بيستخدمون هذه الامور في الحيل. هو اعداء الله لما يحبوا يصرفوا الانسان عن الحق بيصرفوا بايه؟ بالحاجات اللي زينت لها نفسه، بالحاجات اللي جملت نفسه على محبتها. حتى ايام النبي، هذا الرجل اللي هو حب يصرف الناس عن سماع القرآن، فأتى بجارية ثم أخذ يتعلم أساطير الفرس، وأخذ يجمع الناس ويحكي لهم الخرافات والأساطير، واخد بالك، ومن الغولة وبروك المسلوخة، حتى يصرف الناس عن سماع كلام النبي، ويقول عندي خير مما عند محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه يعلم أن النفس مجبولة على محبة سماع مثل هذه الأساطير والخرافات التي يبدأ بقى خيال الإنسان يسرح معاها، واخد بالك، وإلى غير ذلك مما تعرفونه. فالمقصود أن ننتبه إلى مسألة أن النفس مجبولة على أمور، فشرعت المجاهدة حتى تدفع هذه الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل، والتي إن تركت لنفسك العنان أهلكتك. فنفسك لن تسمح لك إلا بأن تهلك نفسك والعياذ بالله. يبقى شرعت المجاهدة لهذا المعنى، أن تجاهد نفسك على طاعة الله، وأن تحمل نفسك على طاعة الله حملا، عشان ما حدش يظن أن الهداية بتيجي سهلة، أن الواحد كده يا رب اهديني فتنزل الهداية على قلبه. هذا ممكن، لكن الأصل أن لكل شيء سبب، ومن أسباب الهداية أنك أنت تحمل نفسك على الطاعة. تعرفين حديث ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال للنبي أسألك مرافقتك في الجنة،
إنما كان قاضي أنه يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم اجعل ربيعة معي في الجنة، لكن النبي أراد أن يعلمه وأن يعلمنا معنى المجاهدة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هو ده معنى المجاهدة، أنك أنت تجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل وتحمل نفسك حملا على طاعة الله حتى تصير الطاعة بعد ذلك طبعا من طباعك. وهذا يكون بموعود الله عز وجل، يقول الله تعالى في آخر سورة العنكبوت وهي بشرى لكل من جاهد نفسه، يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، شوف التأكيد، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا وعد من الله عز وجل لكل من جاهد نفسه لتستقيم على طاعة الله أن يرزقه الله عز وجل المجاهدة وأن يرزقه الله الاستقامة، بس لما يعدي مرحلة الاختبار اللي جت في أول السورة، نفس السورة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلابد من مرحلة البلاء الابتلاء والفتنة حتى يعلم الصادق من الكاذب، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة استقرار النفس على طاعة الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يبقى قبول النفس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. ليه؟ فرصة، كلمة من الصدق، فهذه بضاعتهم، يأخذون هذه الكلمة فينشرونها ويمزجون معها الأباطيل. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات، طب إيه اللي ورد في الصفات في الآية والأحاديث؟ ها؟ صفة العلو، صفة العلو، صفة الكبير. الله يفتح عليك، مهم جدا صفة الكلام. ماذا قال ربكم؟ قال، قالوا، قال الحق. وفي الرواية الأخرى إذا تكلم الله، إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فالله تعالى يتكلم، والكلام صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوق، فالكلام صفة من صفات الله عز وجل. فكل هذه صفات وردت في الآية وفي الأحاديث. وفضل المقصود هنا إثبات الصفات عموما خلافا للأشعرية المعطلة وغيرهم، ومنهم من ينكرون الكلام وينكرون صفة الكلام، لكن هنا إثبات الصفة عموما. ويأتي المصنف بمثال لهذه الفرق، مش هنروح بقى اقول لك الأشعرية والمعتزلة وكذا وكذا وكذا، وإنما يضرب مثالا لهؤلاء الذين ينكرون بعض هذه الصفات ويعطلونها. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل. ذكرنا أن هذه فائدة عظيمة، أن جميع أن الملائكة وجبريل ومن هو أمين سر السماء، ومع ذلك يخشع ويخاف ويفزع حتى يصيبه الصعق والغش فزعا من الله سبحانه وتعالى، تعظيما لله واتقاء لما يخشونه. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. ليه؟ تعظيما لله واتقاء لما يخشون. هذا برضو في معنى جميل جدا، إن الصحابة لما إن الملائكة لما خافوا عملوا إيه؟ سجدوا، لفت عليك، لجأوا إلى الله. يبقى من خاف أدلج، طب أنت خايف اعمل، من خاف أدلج. الملائكة انظروا إلى فقيهم، الملائكة خافوا فعملوا إيه؟ فسجدوا لله اتقاء لما يخشونه واستجلابا لرحمة الله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ بعض الأسئلة.
طيب السؤال الأول الباب الخامس عشر. لا خدنا الحد الآخر، خدنا الحد آخر آخر مرة قلنا خدنا الباب الاثناشر والتلاتاشر والاربعتاشر. طيب أسئلة الباب الخامس عشر. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذه الآية تقطع عروق الشرك، تقطع عروق الشرك. لماذا؟ يعني لماذا قال العلماء عنها أنها تقطع عروق الشرك؟ السؤال الثاني، من الذين فزع عن قلوبهم؟ من الذين فزع عن قلوبهم؟ ولماذا فزعوا؟ ولماذا فزعوا؟ وما دلالة ذلك؟ من الذين فزع عن قلوبهم؟ ولماذا فزعوا؟ وما دلالة ذلك؟ من هم مسترقو السمع وكيف يسترقون؟ من هم مسترقو السمع وكيف يسترقون؟ لماذا يرسل الله الشهب؟ لماذا يرسل الله الشهب؟ لماذا يرسل الله الشهب؟ وهل كان ذلك بعد البعث فقط؟ وهل كان ذلك بعد البعث فقط؟ البعثة البعثة بعثة النبي البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل كان إرسال الشهب دوت بعد بعثة النبي فقط ولا كان قبل ذلك وبعد ذلك؟ نعم. لماذا تسأل الملائكة وتقول ماذا قال ربكم؟ لماذا تسأل الملائكة وتقول ماذا قال ربكم؟ إيه سبب السؤال؟ ومن يجيبهم؟ من اللي يرد عليهم؟ ومن يجيبهم؟ وبماذا يجيبهم؟ من اللي يرد عليهم أقول لهم إيه؟ لماذا تسأل الملائكة وتقول ماذا قال ربكم؟ ومن يجيبهم؟ وبماذا؟ كيف يلبس الكهان على الناس؟ كيف يلبس الكهان على الناس؟ طيب سؤال كده أكمل. العلو ثلاثة أنواع. العلو ثلاثة أنواع. واحد اثنين ثلاثة. نقط أفضل الملائكة على الإطلاق. نقط أفضل الملائكة على الإطلاق. احنا قلنا يا جماعة ان جبريل عندما تسأله الملائكة، طبعا انا عايزك تركز انك انت، وده مقصود المصنف من سرد الآية والاحاديث انك انت تفهم القصة من خلال الآية والحديثين. فمفهوم القصة من خلال
الآية والحديثين إن الملائكة عندما يسمعون كلام الله عز وجل يخرون تعظيما لله عز وجل، قد أصابتهم الصعقة من شدة خوفهم وفزعهم من الله سبحانه وتعالى. فإذا أفاقوا وكان ويكون أول من يرفع رأسه جبريل، فتسأله الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قلنا قالوا الحق هنا تنزيه لله سبحانه وتعالى، ولأنه لا يقول إلا الحق. ثم يأخذ جبريل في يقول قال كذا وكذا، قال كذا وكذا. فليس المعنى هو يقولهم قالوا الحق ويسكت، لا، تقال قالوا الحق، لأن الله جل يقول الحق وهو العلي الكبير. ثم يأخذ جبريل في سرد ما قاله الله عز وجل للملائكة. عندئذ تسمع يسمع الجني كلمة من هذه الكلمات فيخطفها ويلقيها إلى من تحتها حتى تصل إلى الكهف. لأن الأخ بيستشكل، طب إزاي هو قال كلمة واحدة بس قالوا الحق؟ طب هو الجن سمع إيه؟ الجن كده ما سمعش حاجة، هي كلمة إيه؟ لا، هو المقصود إن هو قالوا الحق. ثم أخذ جبريل في سرد ما قاله الله عز وجل وإخبار الملائكة بما قال الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هل يدخل في آل السماوات الأنبياء؟ يعني يخافون لأنهم في السماوات في هذه القصة؟ لا يدخل الأنبياء. ليه؟ لأن برضو القصة في سياق الآية والأحاديث المقصود بها الملائكة فقط، فلا يدخل فيها من في السماوات من الأنبياء كإبراهيم وعيسى وإدريس وغير ذلك، وإنما المقصود هنا بالملائكة. وصرح بذكر الملائكة في بعض الروايات أن الذين يفزعون ويصعقون ويخرون سجدا ويفيقون ويتساءلون ويتكلمون، كل ذلك خاص بمين؟ بالملائكة فقط. هل هناك جن مسلم يعلم كما يعلم غيره ويوحي إلى أحد الناس بذلك؟ أولا، إن كان مسلما لا يسترق السمع، لأن استراق السمع حرام، لأن هذا التصنت والتصنت محرم. ومن الكبائر أن يتسمع الناس إلى حديث قوم منهم له كارهون، مش عايزين حد يسمعه. التنصت اللي بنسميه التصنت يعني، هذا ليس من خلق المسلم، هذا من المعاصي. فإن كان مسلما لا يسترق السمع، لأن هذه معصية. هذه واحدة. الثانية، من أدرك أنه مسلم؟ ما دي فتنة. بعض الناس يقول لك أنا الحمد لله ربنا أعاني عليه وأسلم، وبدأ بقى يساعدني أن أنا أعالج الحالات وكده. هو راح كده خرج جن، وبعدين هو لما خرج الجن دوت دعاه، فالجن أسلم على إيديه الحمد لله، وبدأ بقى يساعده بقى في إيه؟ يقول له فلان ده عليه كذا، وفلان عليها كذا، والبيت فلان هيحصل له كذا. طب مين قال لك أصلا هو مسلم؟ إن خلي بالك إن أمور الجن ديت من الأمور اللي بالنسبة لك أنت غيب. بالنسبة لك أنت غيب. فلو قال لك، لو إن مثلا لو افترضنا يعني إن جن قال لك أنا مسلم، ومين أدرك هو مسلم فعلا؟ ممكن بيضحك عليك. مش ده وارد؟ فهذا مما يعني يلبسه الناس على السفهاء من الناس ومن قليل الخبرة من الناس ومن قليل العلم. اتفضل. وارد ممكن يكون صادق. ما هو لو صادق مش هيلبس نفسه بمثل الامور. الجن يا جماعه، الجن المسلم الصادق ده زيه زيك بالظبط. ده بيعبد ربنا وبيقرا القران وبيحفظ القران وبيحضر دروس العلم، واخد بالك؟ زيه زيك بالظبط، مش منشغل بمثل هذه الترهات ان هو يروح يطلع ويسمع كلمه ويروح يقول للكاهن والساحر. هو لو مسلم مش هيروح للساحر وكاهن ويخبره بمثل هذه الاخبار، ولا يهتم ان هو يقول لك خلي بالك انا المكان الفلاني يحصل فيه كذا، واخد بالك؟ اصل فلان ده مخاوي جن مسلم. كل الكلام ده يا جماعه لا يجوز، وده باب فتنه لابد ان يغلق، باب فتنه لابد ان يغلق. فدي من الامور من امور الشر التي يجب ان تنتبه اليه. ومش عارف، انا كل ما نيجي سيره الجن بحس ان نفسكم بتتفتح في الاسئله. عموما في محاضره قديمه للشيخ محمد اسماعيل اسمها وقفه مع الجن، كان زمان نازله في 4 شرايط، قد تجدها الآن مرئية الله أعلم، لكن هي كانت محاضرة علمية رائعة، تكلم عن كل ما يتعلق بأمور الجن. يا ريت تسمعها، يا ريت الإخوة والأخوات يتحصلوا عليها. وأظن الأمر سهل عن طريق النت دلوقتي، إنك أنت تجيب المحاضرة. محاضرة اسمها وقفة مع الجن، كانت 4 شرايط أو 4 أجزاء.
الشيخ ربنا يكرمه تكلم عن كل ما يتعلق بالجن، لأن طبعا كما قلنا هذه يعني فتنة يجب أن تنتبه إليه. السؤال الخاص بالإسراء والمعراج هيأتي إن شاء الله لما نتكلم عن الإسراء والمعراج. الفرق بين الكاهن والساحر، الساحر اللي هو بيعمل الأعمال للناس وغير ذلك، ده الساحر بيعمل عمل يسحر للناس ليؤذيهم، لكن الكاهن هو من يخبر الناس بأمور الغيب. وخلي بالك ان قد يطلق على الساحر كاهن والكاهن ساحر، بس الاصل ان الكاهن المقصود به الذي يخبر الناس بالمغيبات. واحد مثلا اتسرق منه حاجة فيقول لك فلان الفلان الفلان دوت مرفوع عنه الحجاب، مكشوف عنه الحجاب، روح له وهو هيعرف هو ايه. طب يعرف ازاي بقى؟ مش هو يقول لك واحد بيضرب الودع والتاني مش عارف بيلف المصحف والتالت مش عارف بيعمل ايه، ده الكاهن، هو ده الكاهن، وهو ده اللي النبي قصده عندما قال من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. لو واحد أتى إلى كاهن وسأله بس دون أن يصدقه، كما يفعل بعض الناس، أنا أروح بس أسمع مش هصدقه بس هسمع بس، مجرد أنك أنت تروح للكاهن لا يقبل منك صلاة 40 يوم. أنت متخيل خطورة الأمر؟ فإن صدقه من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالمسألة جماعة مش لعبة، مسألة خطيرة، فننتبه. يبقى الكاهن من يخبر الناس عن المغيبات، لكن الساحر هو من يسحر للناس، والسحر ثابت ولا يؤذي ولا يستطيع الساحر أن يؤذي أحدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن أذاه فيكون هذا من باب الابتلاء، زي واحد بيمرض ابتلاء، زي واحد ماشي في الشارع وقعد على طوبة كسرته راسه، بلاء من الله عز وجل. ينبغي عندئذ لهذا المسحور أول حاجة أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وأن يسعى إلى علاج نفسه بنفسه عن طريق الرقى الشرعية التي علمنا إياها النبي في القرآن والسنة. يبقى يأخذ الأسباب الشرعية للعلاج وأن يرقي نفسه بنفسه بهذه الرقى الشرعية، وأن يرقي كل مسلم أهل بيته بما ورد في القرآن والسنة من الأدعية والرقى والعلاجات. لا، الأنبياء خاص بالرسل، الأنبياء خاص بالإنس فقط، كما ورد أن الأنبياء خاص بالرسل فقط، ولذلك كان كل رسول كان يبعث إلى قومه، وكانت الجن أحيانا تؤمن ببعض الرسل، فهناك جن آمنوا بموسى عليه السلام، وهناك جن آمنوا بعيسى، وهناك جن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.